يعني أهلا وسهلا فيكم من جديد. يعني لوحة فنية هيك بألوان بأشكال بالتاتشات تبعون علا، فيسلم إيديك علا. وأنا كالعادة دائما بغش تحت الهواء، فدقت شوية بطاطا، طعم دبس الرمان يعطيها قصة بحالها مع الليمون. فهي علا بتزين. نعم، لازم نقدمها بطريقة حلوة بما أنها طبخة سريعة. معلش لو أخذت معاكي وقت في التقديم والبرزنتيشن. أنا هون حاطة شوي من الجزر البيبي رفعته عليها. أوكي. وبعدين عم بحط شرحات ليمون بحدها، بالإضافة إلى الفليفلة الصفرة والحمرة بعيداً عن اللب، مفرومة كتير ناعم. أوكي. لحتى نكسر شوي من حدة الألوان. طبعاً هذا شيء اختياري، ولكن مجرد أفكار لطريقة التقديم. تمام يا أمر؟ تمام. وبنحط جنبها رز أو بنحط مثلاً زي ما بدهم، اللي بحب الخضرة بمشي. نعم. طيب، بنصبح على أحمد ووليد دبس فليفل مدخن ما إله حل. زاكي صح؟ كتير. لو ما لقوا مدخن بالسوق دخنوه زي ما قلت لكم، حطوا فحم بمقلاية وغطوا عليه. أوكي. منصبح على أم ثامر المجال، بتحكي أحلى فنجان قهوة معكم علا، كل شيء بتعمله طيب وزاكي، مبدعة وفنانة وتغيير بالأطباق. وشكراً مني أنا حبيبتي، شكراً أم ثامر. سوزان من فلسطين منصبح عليها من رام الله، مشتقنا لها سوزان، زمان ما بعتت. معاذ أبو قديري سعد قلبك، شكراً جزيلاً. سميحة، أحمد البستنجي، وأم عالي الخالدي، بلال خواجة بيحكي لنا صباح الخير، ورد الحراحشة، ودلال، وأيضاً إسوارة من حديد العسولة هيك اسمها. صبح علينا. بدي طريقة كريمة الطبخ، شو يا علا؟ نعملها عاد هلا العملية، علا فيها وصف فيها كريمة. أوكي. عزمي بحكي لنا صبح علينا. إسعاف الشهبان، يا صباح الورد. فريال ياسين ومازن بصبح علينا، مازن الزيود. وأنوار أو أنوار القضاء تحكي سلم إيديكم على هيك أكلات زاكية. أوكي. ختام بتحكي لك أنا من سكان العقبة، بنفع أعمله صيادية السباس زاكي، بس في أسكا. في أسكا الكنعد كتير فخم في الصيادية للأمانة. وصال بتحكي لك منظر بشهي كثير والطعم أطيب وأطيب. نعم. طيب، سحر الدقامسة بتصبح عليهم بتحكي لنا صباح الخير، يعني من بعد هذه اللوحة الفنية لا يوجد كلام، يعطيك العافية. نعم. علا هيك احنا عملناهم. أنا بحب دائما أدوكر أمام الشاشة لحتى الست تعرف بأنه موضوع الديكور إشي كتير سهل وحلو، ولكن إشي كتير مهم لأنه العين اللي بتاكل. فطالما أنت عاملة إشي حلو معناته لازم يطلع حلو صح بكامل أناقته. رح ناخد مقادير شوربة الذرة أو البهية البطاطا الحلوة. هلا احنا فايتين عشتا وهي عبت السوق وصار موسمها، فأنا رح أبلش هذا الموسم إن شاء الله تيمنا بفصل الخير. رح نعمل شوربة البطاطا الحلوة مع مهروس الذرة، ورح نحكي عنها تفاصيل أكثر مع كاتي. يلا خلينا ناخد مقادير وصفة شوربة شوربة بطاطا الحلوة وهريس الذرة. بطاطا حلوة مقطعة، جزر مقطع، بصل مفروم، كرفس مفروم، ثوم مهروس، علبة ذرة حلوة مهروسة. بدنا ماء مغلي أو مرق، بدنا كريمة حسب الحاجة، ملح، فلفل، بودرة مرق الدجاج، وبابريكا. في كمان للتقديم بدنا بصل أخضر، بدنا بذر عباد الشمس، فليفلة مجروشة، والقليل من الكريمة هيك عشان تزين الصحن ويصير الذي والد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد معك كومنتس لحتى أنا أفضي الستيشن بس. اوكي يلا خلينا ناخذ كومنت. على فكره هاي جيبوا لها خبز باجيت او بيكون عندكم خبز حمام بايت، يعني حطي جنبه كثير بيطلع زاكي. على كل حال، الهام بتصبح علينا، عبد الله النصار وشمس الاصيل بتصبح علينا، منير بتصبح علينا، ابو المها، وام عامر، انا من راجب، صباح الخير. يا صباح الفل حبيبه قلبي، اهلا وسهلا فيكي. هدى ومعاذ، يا صباح الفل. وليد العباسي بحكي لك فكرة تدخين دبس الفليفلة، أنا بستخدمها مع أغلب البهارات الصحيحة وحتى المطحونة. صحيح. تعطي طعم مختلف جدا. أوكي. جميلة بتحكي لك العلا الخلطة حط فيها بندورة؟ لا
لا هذا دبس فلفل، ما هو لونه أحمر لأنه هو أصله عبارة عن فلفل رومي أحمر مجفف ومطحون مرتين، بعدين اتصفى، بعدين انطبخ على الغاز، بعدين اتخلل. هو فلفل رومي أحمر بإضافة القليل من الفلفل الحار. أوكي. نسرين حسون بتحكي لك يا عيني يا عيني يا علا على هالأطباق ومنار ومنع علقم، وأم محمد من الرصيفة بتصبح علينا وبتحكي لنا يسعد صباحكم. وعزمي عزمي كمان بحكي لك بدنا أكلات شتوية يا علا. هي بلشت بلشنا. يلا كل سنة وانتم سالمين. أيوة سالم إن شاء الله. هلأ هون حطينا كاتي زيت نباتي ومع الشوربات إذا حطيتي بزيت زيتون كتير أطيب. رح أنزل بصل مفروم ناعم. بسم الله. هاي بصل مفروم ناعم، خلي درجة حرارة الزيت تطلع. وبعدين رح أنزل كرفس أو اللي هو سلري، كتير 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 مفيد، غني جدا بالألياف وفيتامين سي. أي نوع شوربة زقيه حطيه بجنن، وكتير مفيد للصحة الجسدية الداخلية وبينظف الأمعاء، كتير مهم. افتحوا عنه واقرأ، اسمه كرفس أو اسمه سلري. طيب بعدين رح ننزل كمان الثوم المهروس، مش كتير، اشي هيك بسيط تمام. ما بدك تحطي ما تحطي بصير. رح نقليهم كلهم، نقلبهم مع بعض. وبعدين رح ننزل البطاطا الحلوة عشان تلحق تستوي معاكي للشوربة، كله قطعي مكعبات صغيرة. البطاطا الحلوة، الجزر لتعزيز اللون والفائدة، وبعدين هاي البطاطا بتيجي كانز معلبة بالحديد على 90 قرش. والله اوكي. نفس الرف اللي عليه البطاطا الحلوة المعلبة عليه هاي الدول. هيك بتكون بيوريه مهروس وكتير طعمها زاكي، وهي للشوربات بدل ما انت تعدي تطبخيها وتهرسيها، يعني جاهزة. اوكي طيب يا هاي هيك بتكون. منصبح على إخلاص العنان زي نحكي له صباح الخير، جنة الرضوان يا صباح الفل، إسعاف حبيبتي شكرا، أم أحمد شطناوي بتصبح علينا، أم سيف الطراونة يا صباح الفل، رشا سليمان بتصبح علينا بدها طريقة عمل كولاج رول. سوينا رول. سوينا قطع وسوينا مطبق وسوينا كولاج، سوينا بس بنرجع نسوي لهم إياه بحشوة تانية بصير. أوكي. لا ورد الحراحش بتحكيك سلم إيديك يا شيف، سعدهم أم معالي الخالدي وإبراهيم الحبيطات هلا بيك شكرا جزيلا، أم محمد العدوان يا صباح الفل، تغريد الرجدان وأم زيد بتصبح عليكم، إحنا بنصبح عليها. عم بطلبوا أرقام الهواتف الأعزاء الزملاء. تمام. أوكي. هلأ كاتي بدنا نضل نقلب الخضار لما إيش يصير في عندي سائل تحت اللي هي السكر اللي موجود في البطاطا والسائل اللي موجود في الجزر وفي الكرافس في البصل، بعدين بنزل عليها ماء مغلي أو مرق لحتى تصير بهذا الشكل. طيب تمام. هاي هون هاي رح أضيف لها هيها هيك حطها هون. وبعدين فادي رديت قرأت الجاهزة. اسمك قبل هيك. يلا تمام يا عمر. هاي هون حطيتها، بدي أضل أقلب فيها، بعدين بحط لها ماء مغلي أو مرق. أنا حطيت مي مغلية اللي موجود عند كل هالستات، مش دائما عندهم مرق. بعدين رح أحط شو؟ رح أحط بودرة مرق دجاج أو مكعب. تمام. يا سلام. وبعدين رح أحط لها شوية بابريكا وملح وفلفل. هلا قلبها وحط اللي بدك اياه. الكريمه هاي بابريكا. هلا انا بحبها بالكريمه، كاتي بتحبها بالكريمه، فلانه بتحبهاش بالكريمه، ما في ما تحطي كثير زاكي. هيك لحالها زاكي ومفيده. بدك بالكريمه ولا بدك تخلطي كاسه الحليب مع نص علبه قشطه. اوكي. هاي فلفل اسود كثير هيك بيعطيها لسعه بالطعم كثير طيبه. وهي الملح هي بس، وبحركهم كتير منيح مع شوية الكريمة. وحكيت لك ما في ما تحطي لا تلتزمي، بس هي بصراحة طيبة بتكسر شوي طعم رهيب. معك يا عمر. أوكي. منصبح على حمزة صوالحة وأم سيف طراونة عماني دحلة وأيضا حمود أو حمود الشمري بصبح علينا وبحكي لنا صباح الخير من السعودية مدينة حائل، بصبح عليك. وأم عبود عودة بتصبح علينا بتقولي سلمي لي على الشف الرائعة. الله يسعدهم. سمير بصبح علينا وأيضا أم كريم. أمل بتصبح علينا من الصلت بتحكي لنا صباح الخير. حسام وعبد عبد الوهاب الرقاد
وحور الرقاد بتصبح علينا وعلا بدها تفضل. الله يسعد صباحهم. هلا كاتي مولينكس شاف فود بروسيسر الهاند بلندر الإشي المهم هرسيها حتى لو بشوكة منيح. يلا هلا ممكن كاتي يخلوا فيها قطع ممكن يهرسوها ممكن ما يهرسوها انت المهم انا بهمني الوصفه تاكليها وان شاء الله تكون بصحتك وعافيتك وداخل جسمك كيف وليش مش مهم تمام بس انا يعني بعطيك الاصول هاي هون هلا هون بننزل عليها المي المغليه وبخليها تضل تغلي 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 لما تستوي الخضار بعدين بضيف عليها الخطوه اللي انا عملتها هون تمام يلا عمر معك يلا منصبح على أم سامر نحكي لها صباح الخير وجوانا معاذ وحمودي أبو تايه ورعد معن بصبح علينا قديش خليها تغلي؟ تقريباً أخذت معي ساعة إلا ربع حسب ساعة إلا ربع الخضار اللي أقطعتيها وحسب قديش الكمية أوكي أم فارس التيم منصبح عليها ونحكي لها صباح الخير وأم خالد كتوف وليال البرغوث بتصبح علينا السوسن السوداء يا صباح الفل نعم. وأيضا منصبح على نشمية شوق من دير علا وأم شهم وأم لين تحكي لك إبداع 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 حبيبتي أوكي. هلأ أنا رح أعمل شوية ديكور بسيط بس طيب معك أم أمير الدرارجة بتصبح علينا أمل بتصبح علينا وجمعة حرز الله بدهم طريقة القدرة عملتي القدرة صح؟ كتير أوكي مها الحايك بصير أخلط البطاطا الحلوة مع البطاطا العادية طبعا أوكي ولا المعايطة حبيبي قلبي وأنا بحبك كثير شكرا آية موسى وفؤاد بقول لك إبداع إسعاف بتحكي لك يسعد صباحكم برين عليكم مشغول احنا بنشكر اتصالاتكم كلكم يعني بس ضغط على الخطوط سامحونا وجوانا شكرا حبيبتي حبيبة قلبي وايضا حمزة ام خالد كله ابداع 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 يعني ما يعني كل مستمر اتمنى انهم يكونوا مبسوطين يا رب بحكي لك او هدى بتحكي لك شيف دائما رائعة وام عبد الله لمعاني ام معتز بن ياسين وأم عبد الله شكرا جزيلا أبو طلال الفروخ صبح علينا وعلي السرايرة بحكي لنا صباح الخير وأيضا منصبح على أميرة الثلج تبعوا له قولي إيه قولي علق بدي أعلق ممكن هي تعمليها مثلا الصبح وتكمليها مثلا تحطي الكريمة لما تيجي من الشغل مثلا الستات اللي بيشتغلوا صح تسخين ولا بسرعة وزاكي يعني حتى كل ما باتت تكون أزكى بالضبط صحيح شوف كيف العلل هيك السيجنتشر تبعها ببين دغري طيب أسيل بتصبح علينا أسيل مروان ومحمد الشريدة وبريق الماسة شكرا جزيلا جزيلا طيب أنا للتقديم عم بحط ممكن تحط حتى مع الشوربة بالداخل لصحة القلب اللي هو بدور عباد الشمس من عند العطار هيك بيكون بنباع ني للشوربات انا بحطه مع الشوربات والسلطات مع كل شيء بحطه كثير وممكن كمان بذر اليقطين الله شو زاكي مع الشوربات وبيعطيك هيك طعم حلو وقرشه كثير كثير طيب تمام بدهم صحن والله كلنا بدنا صحن الشوربه صراحه كلنا بدنا هذا صحن بس بنفع هيك جنبه جد خبز يس حمصو مع شويه توم شويه زيت او بدون تحت الشواية على الصوبة لقدام إن شاء الله هي جاي فصل الخير
يعني الله يهدي بال الجميع يا رب. انا هاي الاشياء اللي بحطها على قولة مخرجنا حسين التيم هي عبارة عن المناكير، بس أنا بالنسبة لي هي الجواهر، دائما الجواهر بتتزين فيها الأنثى، فأنت خلي أطباقك اللي فيش فيها لحمة هيك زي رقة الإناث، زينيها بإيديك وبلمستك، وبالإضافة لهالألوان زائد إنها اللي ما بده بياكل إجباري. صح. حتى ابنك لو ما بده شبعان لازم ياكل، فصحة وهنا على قلبكم، وان شاء الله مأكل الهنا. وهيك بنكون احنا خلصنا وصفاتنا لليوم وقدمناها بالشكل النهائي، سوينا شوربة البطاطا الحلوة مع الذرة، يمكن إضافة أو الاستغناء عن أي شيء، خذي المبدأ واشتغلي عليه، ما في كريمة بلاش منها، بالإضافة إلى سيباس بالفرن مع الخلطة الحمراء كتير زاكية، ما بدك خضار سويها لحالها مع أي نوع سمك حتى مع الفيليه كمان بتزبط. بدي أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله. إحنا سوينا رز المسخن، بس بكرة اسمحوا لي أسوي كيكة المسخن، ما حدش يضربها، كيكة مسخن خطيرة بتليق بقيمة الناس الطيبة. إلى غدا بأمان الله، باي باي. يعني بهيك بيكونوا خلصوا فقرات حلقتنا لليوم، من يوم جديد، من ضيوفنا، من مواضيعنا، من أيضا تقاريرنا وزملائنا الأعزاء بالميدان، وختام همسك بيكون دائما بمطبخ يوم جديد مع شيف علا نيروخ. دائما يكون عندكم الثقة بالله وثقة بنفسكم إنكم قادرين على تحقيق المستحيل. ما في إشي اسمه صعب، ما في إشي اسمه ما رح يصير، كل شيء بصير، ولكن بدها صبر وبدها إيمان بالنفس وإيمان بالله تعالى. بترككم في أمان الله، ديروا بالكم على حالكم، إلى اللقاء. تعود من الصرحة.